أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرسل فيه أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية، ونبدأ مع أهم العناوين. نطالع في موقع الهيئات إثر سقوط قذيفة هاون، مقتل وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة شمالي بعقوبة. ونطالع في المدى، معهد أمريكي، المسيحيون يتعرضون للإزالة من العراق. وفي كتابات نطالع لا خطة لخفض القوات الأمريكية بالعراق، وحلفاء إيران يتهمون العبادي بالمماطلة. ونقرأ في الجزيرة نت، ترامب: إذا أرادت السعودية بقاءنا بسوريا فلتدفع. نقرأ في العربي الجديد: إدارة ترامب تؤجل القمة الخليجية الأمريكية إلى سبتمبر. وفي القدس العربية: البيت الأبيض يؤجل قمة ترامب المزعمة مع قادة الخليج حتى سبتمبر. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، أردوغان: تركيا وروسيا قد تتعاونان في مشاريع دفاعية. أهلا بكم. الآن وبعد التجريب المستمر لعملية الديمقراطية في العراق بشخوصها وأحزابها ودوراتها الانتخابية، هل يحق لأي مواطن أن يبحث في أعماقه عن أعذار للتصويت لهؤلاء الذين دمروا العراق واستهانوا واستخفوا بكرامته ورجاحة عقله ورشده، وتسببوا عن عمد وسبق إصرار في تخلفه وفقره وتراجعه وخصومته مع أخوته في الوطن العربي؟ هكذا يتساءل الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندني. التحشيد في الانتخابات الحالية بمبررات التخوف من ضياع الأصوات أو تزويرها وبحجة الحماسة للتغيير في العراق، إنما هو تحشيد تتبناه ذات القوى السياسية الطائفية بمرجعياتها الفكرية والمذهبية والسلطوية التي أصبحت متنفذة وتفرض إرادتها وتتبنى مناهج وبرامج وتحالفات انتخابية تدعو للغرابة، رغم أن زمن الاستغراب غادرنا منذ اليوم الأول الذي تولت فيه حكومات الاحتلال السلطة في العراق، ونصبت من العملاء قادة وثوارا بفضل خدماتها للاستخبارات المركزية الأمريكية ولقوات الباسيج الإيرانية. الشعب في الديمقراطية هو مصدر السلطات، وأي شعب يتخلى بإرادته عن قيادة مصيره لأسباب الولاء، إن كانت قومية أو دينية أو إثنية أو مذهبية أو حزبية أو شخصية، كأنما يكتفي بالحياة في ساقية صغيرة سرعان ما تجف وتنضب مواردها، أو تكون عرضة للعدوان في حتمية صراع من أجل البقاء والاستمرار لغياب منابع المفاهيم الوطنية الجامعة، ولتناسيه أن الشعب هو أيضاً مصدر الثورات. ماذا يعني التغيير الانتخابي في 12 مايو عام 2018 لشعب العراق؟ وهل سيكون أكثر من تلاعب لفظي هزيل يشبه استبدال نور المالكي زعيم أعتى أحزاب الطائفية السياسية والمنفذ الفعلي للحرب الأهلية بتداعياتها؟ انتخابات يصفها زعيم ميليشيات بأنها محطة لتغيير الفاسدين، ويتهم الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات بأنها تريد إبقاء الفاسدين في السلطة، وآخر بالضد من الميليشيات يدعو للمشاركة في الانتخابات لأنها فرصة لتأكيد فشل العملية السياسية في تجربة تستغرق 4 سنوات أخرى، بعدها يكون الشعب معذورا في الانتفاضة على حكامه. أحزاب تحتاج إلى وثيقة شرف للتنافس الانتخابي بعد امتهان مواثيق شرف سابقة ابتغت الحفاظ على دماء العراقيين وتعايشهم. لماذا، يتساءل الكاتب، لماذا لا تدفع هذه الوثيقة المواطنين من أبناء العراق دون استثناء للتوقيع على وثيقة شرف بعدم المشاركة في الانتخابات ليصل صوت العراق الحاسم إلى المجتمع الدولي برفض العملية السياسية؟
بما يعنيه الرفض من رفض للاحتلال الأمريكي والإيراني بحسب الكاتب. زعماء القوى السياسية الممسكة بالسلطة يثيرون اتهامات يومية عن تزوير الانتخابات والتلاعب بها، ويؤكدون وجود عمليات شراء أصوات واستغلال للمال العام في الحملات الإعلامية للمرشحين. هذه الخروقات بجملتها وبرمتها لا يقدر على اقترافها غيرهم هم وقوائمهم، ولذلك يسوقون الاتهامات بلا أدلة ولا تشخيص أو تسمية للمتهمين، هكذا يسوقونها. أسباب هذا التشويه اليومي هو إبعاد هذه التهم عن الذات وإلصاقها بالآخرين، وأيضا توفير حجج مسبقة واهية للتشكيك بنتائج الانتخابات إذا جاءت خلافا للأحلام. والأخطر هو فتح طريق لمزيد من التدخل في إجراءات المفوضية. جاء ذلك في مقال للكاتب ساطع راضي في مقال بصحيفة المدى. لقد قدم قادة القوائم الانتخابية وحتى قبل وصولنا إلى موعد انطلاق الدعاية الانتخابية كل الحجج الكافية التي تدفع الناخب غير المتحزب على الأقل للامتناع عن المشاركة في الانتخابات. هم يؤكدون عبر تصريحاتهم ومواقفهم أنهم يتحكمون تماماً بالعملية الانتخابية، وليس لأحد الوقوف بوجوههم حتى عندما يشككون بمؤسسة رسمية مثل مفوضية الانتخابات التي تمثل نبع النظام السياسي مهما كان رأينا في صلاحية ما يخرج منها. لكنهم هذه المرة يسممون النبع أمام أعين الجميع بوقاحة نادرة، ويقولون للمواطنين ستشربون من هذا في كل الأحوال. القبول المسبق بالانتخابات مهما كانت صيغتها ومستوى نزاهتها هو أساس مشكلات العراق، فالقوى التي لا تعترض مسبقا على الخروقات والتدخلات لا يحق لها فعل ذلك بعد إعلان النتائج. ولذلك مثلا فإن مرشحا في الانتخابات السابقة ظهر في فيديو وهو يوزع سندات تمليك أراضي سكنية ويعلن جهاراً أنها مقابل أصوات الناخبين، تمكن من دخول البرلمان ولم يبعده أحد، وصار لفترة رئيساً للجنة القانونية النيابية دون اعتراض من بقية الكتل، والواضح أن صمتها كان دليلاً على تورط مرشحيها بممارسات مشابهة. انتخابات مشكوك في نزاهتها هي أفضل هدية تحصل عليها جماعات العنف والإرهاب. هي ستدافع عن رفضها للديمقراطية وحملها للسلاح ضد الدولة بذريعة عدم نزاهة وعدالة الانتخابات، وهي ستقول إن التغيير لا يتحقق إلا بالعنف. هذه الهدية الكبيرة هو ما يقدمه اليوم زعماء القوائم الحاكمة للإرهابيين بسهولة وبمباركة شعبية بحسب الكاتب. جميع دول وبلدان العالم المتطورة والمتحضرة والديمقراطية تؤمن إيمانا كاملا بالانتخابات وطريقة اختيار مرشحهم وحكوماتهم، وبناء على ذلك يقوم المرشح أو الحزب المرشح بطرح فكرته أو بالأحرى برنامجه الانتخابي ويعلنه بشكل سلس ومباشر أمام الجمهور، وهو صاحب الاختيار، وبعد فوز النائب أو الرئيس أو الحزب يكون محاسب ومطالب أمام الجماهير بتطبيق برنامجهم الانتخابي. أما في العراق فنرى الهرج والمرج، وبالأحرى يجب أن نسميها كوميديا الانتخابات الهزلية، حيث نجد جميع الأحزاب والأفراد المرشحين يقومون بطرح برامجهم الانتخابية والتي أصلا هي أبعد إلى الخيال من الحقيقة، لكننا لم نجد منهم سوى الكلام والوعود الكاذبة حسب الكاتب حيدر المالكي في مقال بموقع كتابات. هناك مرشح يقول سأجعل من العراق بلدا مصدرا للكهرباء، ولغاية الآن نحن نستورد الكهرباء ونستخدم المولدات الأهلية. ومرشح آخر ينادي بحقوق النازحين والمهجرين، ونراهم يسرقون أموال النازحين والمهجرين، بل هم قبل فترة يقفون ضد الدولة مع العصابات الإجرامية.
وهناك مرشح جريء جدا يقول إننا سنبني المدارس، وما نشاهده هو وصول أوقات الدوام في المدارس إلى 3 شفتات، وهناك آلاف المدارس الطينية ولم نشاهد شخصا يحاسب من قام ببناء المدارس الحديدية ومشروعها الفاشل الذي لم يكتمل. وهناك من جعل من حملته آمالا للموظفين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين والفقراء بجعل ظروفهم المادية جيدة. كل هذا دعاية انتخابية مستهلكة، ولكن نجد بعض المرشحين ينزل إلى الحضيض بالدعاية الانتخابية، حيث يقوم بتوزيع وجبات طعام يضع عليها صورته، وهناك من يوزع مبلغ 10,000 دينار للفقراء والمهجرين، أو هناك من يقوم بتنظيف وصبغ الشوارع قبل كل فترة انتخابية، والأدهى أن هناك من يقوم بتوزيع وجبة خيار ماء علما أن سعر الكيلوغرام منه 500 دينار. إذن واقع صحي مرير، أمراض لا تعد ولا تحصى حسب ادعائهم، أما القرارات الحاسمة هي رواتبهم خط أحمر، تقاعدهم خط أحمر، تعيينات فقط لهم ولعوائلهم ولزبانيتهم، العلاج على نفقة الدولة لهم ولعوائلهم، منهم من يصلح بواسيره التي ينافس بها هيفاء وهبي كما يصفه الكاتب، ومنهم من يرمم شعره، ومنهم من يجمل شهرته المزنجرة كما يصف الكاتب، ومنهم من يسافر على نفقة الدولة، ومنهم من يحج كل عام لأنه يحب الله ويغسل ذنوبه، وجميعهم يريدون أن يحصلوا على لقب حجي أو حجية بحسب الكاتب. أضافت مسيرات العودة الملهمة للأجيال الجديدة والمثيرة لشتى العواطف الإنسانية النبيلة قيمة وطنية مضافة إلى يوم 30 من مارس آذار الخالد، أي إلى تلك المناسبة المجيدة التي يجري الاحتفال بها في عموم فلسطين المحتلة التاريخية منذ 42 عاما، كما كرست مواجهات هذا اليوم الذي شكل نقطة تحول كبرى في سجل الصراع المديد على الأرض في داخل فلسطين، لحظة مضيئة أخرى تدعو إلى الاعتزاز وتبعث على الشعور بالجدارة في الكفاح العنيد ضد احتلال استئصالي إجلائي بغيض، يحتفل أو بالأحرى يحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى السنوية 70 لقيامه، وفق ما يرى الكاتب عيسى الشعابي في مقال بصحيفة العربي الجديد. بكلام آخر، أبرزت هذه المسيرات السلمية المقدر لها أن تتواصل 6 أسابيع أن حق العودة ليس مسألة جانبية أو أمرا ثانويا يمكن تأجيله إلى آخر الأجندة التفاوضية باعتبارها عنصرا خلافيا يقع على هامش الهامش، أو أن هذا الموضوع ليس في وزن أي من الموضوعات الفرعية الأخرى مثل المستوطنات أو الحدود أو المياه، ينبغي التعاطي معها بإلحاح أشد مما هو عليه حال اللاجئين المتروكين لأقدارهم في المخيمات وديار الشتات، تماماً على نحو ما دونته ذاكرة المفاوضات المتعثرة على مدى نحو ربع قرن، كانت فيها قضية المعتقلين من ديارهم وكأنها من سقط المتاع. ولعل أثمن ما حفلت به مسيرة العودة الواعدة بالمزيد أنها أعادت توجيه البوصلة الفلسطينية من جديد، وحشدت الحشود وراء هدف مركزي محل إجماع لا مراء فيه، وهو حق العودة الذي كاد أن يتوارى خلف الكلام المسهب عن التوطين والتعويض، وفي ذلك مكسب أولي بالغ الأهمية. نقل قضية اللاجئين من الهامش إلى صدارة الأجندة السياسية الفلسطينية وحولها من مسألة نصف ميتة إلى قضية رأي عام دولي قد تكتسب مزيداً من النقاش والأرضية والاهتمام لدى الأوساط الغربية خصوصاً. إذن كان صحيحاً أن المعركة مع إسرائيل هي معركة على الوعي في المقام الأول، ومعركة الصورة في المقام الثاني، إلى جانب عدد لا حصر له من المعارك على مختلف الجوانب، فإن ما جرى وسيجري على حدود القطاع المحاصر
مثل ربحا صافيا في المعركتين الحضريتين للفاعل الفلسطيني الذي زعزع القناعة الإسرائيلية القديمة القائلة إن الأجداد يموتون والأحفاد ينسون، ووضع المحتلين بين عشية وضحاها أمام حقيقة أن هناك حقا وراءه مطالب، فيما كانت معركة الصورة تتجلى بدورها عن مكسب باذخ بدت فيه إسرائيل دولة فاشية متوحشة تقتل مدنيين عزلا. إذن كما هو متوقع فاز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا بولاية جديدة. لم تقع مفاجآت في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت في سياق خلا من مرشحين قادرين على المنافسة مع رغبة قوية من أجهزة الدولة وفي مقدمها الإعلام في زيادة نسبة المشاركة. الانتخابات كانت أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات التعددية بحسب الكاتب محمد شومان في صحيفة الحياة الذي كتب عن التحديات التي تواجه السيسي في الفترة المقبلة. ولعل أهم هذه التحديات أولاً تحدي تحسين الأوضاع الاقتصادية بنسب يشعر بها معظم المواطنين، ويتضمن ذلك خفض معدلات البطالة والسيطرة على موجات الغلاء والتضخم وتحسين الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين في المجالات كافة. لقد كان الرئيس السيسي صريحاً مع المصريين عندما تحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة وضرورة أن يتحمل الجميع نتائج الإصلاحات وتداعياته والحرب على الإرهاب، وتحمل المصريون بخاصة الفقراء والطبقة الوسطى في صمت فاتورة خفض قيمة الجنيه والغلاء وراهنوا على المستقبل، وبالتالي صار من حقهم الشعور بالتحسن خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. ثانياً، دعم العمل السياسي وتنشيطه من خلال توسيع المجال العام والسماح بالتعدد والتنوع في الإعلام وإبداء قدر أكبر من التسامح مع الأصوات المعارضة في الداخل والبحث عن آليات جديدة لدعم الحياة الحزبية والحفاظ على استقلال وفاعلية المجتمع المدني. ثالثاً، تحدي احترام الدستور والالتزام بمواده وعدم المساس بها أو محاولة تعديلها، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد فترات الرئاسة بفترتين كل منهما 4 سنوات. ومن التحديات التي تواجه السيسي أيضاً تأمين حصة مصر السنوية من مياه النيل في ظل استمرار التهديد الإثيوبي باستكمال بناء سد النهضة والإسراع في ملء خزان السد، بما يسبب أضراراً بالغة بحقوق مصر في مياه النيل والذي تعتمد عليه أصلاً اعتماداً كاملاً في شتى مناحي الحياة. ويقدر خبراء أن ملء خزان السد خلال 6 سنوات كما تنوي إثيوبيا سيؤدي إلى خفض حصة مصر من مياه النيل بما يقدر بنحو 15 بليون متر مكعب. وقد تبع الرئيس السيسي سياسة هادئة تقوم على الاعتراف بحقوق إثيوبيا في التنمية مع ضرورة احترام حقوق مصر أيضاً في مياه النيل والتي هي جزء من الأمن القومي. شكلت تعيينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في النصف الثاني من مارس آذار الماضي نسقاً أكثر وضوحاً ومنطقية من السابق نظراً لمجيئها بمسؤولين يشاطرونه آراءه السياسية بحسب الكاتب عبد الرحمن السراج في جزيرة نت، حيث يضيف: وبينما عرف وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بتطرفه ضد الأقليات وتشدده تجاه إيران، فإن المستشار الجديد للأمن القومي جون بولتون كان جديراً بأن يكون من أوائل موظفي الإدارة الأمريكية الجديدة لأنه كان يحمل أفكاراً تشبه أفكار ترامب قبل دخول الأخير معترك السياسة. مع اقتراب ظهور التشكيلة الجديدة للإدارة الأمريكية بدأت بوادر مشاحنات بين أعضائها في الظهور، خاصة مع بقاء مسؤولين لا يحملون الآراء السياسية ذاتها لكن وجودهم ما زال ضرورياً، مثل كبير موظفي البيت الأبيض الجنرال المتقاعد جون كيلي. وقد أشار مصدر مقرب من بولتون إلى احتمال نشوء توتر بينه وبين كيلي، بحيث تكون العلاقة بينهما
هي الاختبار الأول لقدرة كل منهما على إدارة الوضع الجديد، وربما تكون مقياساً لتوجه الإدارة القادم جديراً بالنظر. ويواجه بولتون معضلة أخرى تتمثل في موقفه المتشدد تجاه روسيا، وهو ما يناقض موقف ترام منه. فرغم قيام الولايات المتحدة بطرد 60 جاسوساً روسياً من أرضها وإغلاقها القنصلية الروسية في ولاية سياتل في موقف حازم تجاه موسكو، فإن ترام لم يدلي بتصريح في هذا الصدد، وترك هذه المهمة لمسؤولي إدارته، ويفتح ذلك مجالاً للحديث عن عدم تغيير موقف ترام تجاه روسيا التي هنأ رئيسها قبل أيام بفوزه في الانتخابات. وبالتالي قد يكون موقف بولتون السابق تجاه روسيا وأثر خلافه مع الرئيس في هذا الشأن مثار توتر جديد في الإدارة. يوصف بولتون بأنه من صخور الحرب لعمله طوال 3 عقود متتالية في إدارات أذكت الصراع بالشرق الأوسط، فقد شارك في تزويد السري لإيران بأسلحة متطورة فيما يعرف بقضية إيران كونترا، وعمل على استصدار قرارات أممية تؤيد استخدام القوة العسكرية ضد العراق بعد احتلال الكويت، وساهم أيضا في تبني معلومات خاطئة زعمت الاستخبارات البريطانية العثور عليها بشأن محاولات العراق شراء يورانيوم من النيجر. بنى غزو العراق في 2003 الذي وصف بولتون بأنه من مهندسيه. بعيدا عن السياسة، أكدت دراسة حديثة أن التقليل من تناول السعرات الحرارية له آثار مفيدة على مدى تقدم شيخوخة الشخص، فقد تبين من خلال دراسة أعدها مركز البحوث الطبية الحيوية بنينغتون في باتون روج في لويزيانا أن التقليل من السعرات الحرارية لا يؤثر على الوزن فحسب، وإنما ينطوي كذلك على فوائد تؤثر إيجابيا على الشيخوخة وربما حتى على الأمراض العصبية المرتبطة بها. واستنتجت الباحثة لين ريدمان وفريقها أنه كلما أسرع الجسم في استقلاب الأكسجين والحصول على الطاقة الأيضية من خلال استهلاك السعرات الحرارية تتقلص فترة حياة هذا الجسم أكثر، إذ من شأن ذلك أن يتلف الحمض النووي والدهون والبروتينات وبالتالي يسرع أو بالأحرى يسرع من الشيخوخة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.